معانا دكتور عبد الله جورج، مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك. يا مساء الفل يا دكتور، مساء النور يا مينا، ازي ازاي؟ حضرتك؟ عامل ايه؟ ليك وحشة. الحمد لله يا حبيبي، ربنا كله تمام؟ يخليك يا رب حبيبي. طيب، في البداية طبعا ببارك لك الصعود كأول المجموعة، ويمكن دايما وشكم حلو مع فريق نادي الزمالك. رأيك ايه في المباراة بشكل عام؟ لا، رأيي طبعا زي ما كل الناس شافت ان الفرقة متطورة جدا. انا زي ما قلت لمستر جوزي بعد الماتش ان الملحوظة الاساسية غير طريقة اللعب والكلام ده، الروح اللي كانت الفرقة فيها، الروح الحقيقة كانت مختلفة خالص من بداية ما ركبنا الطيارة علشان نسافر، وهناك في الفندق وفي التدريبات كان واضح جدا ان الولاد الفرقة متغيرة ملمومة. الحقيقة الروح كانت كويسة من البداية خالص، وده انعكس حقيقي في التدريب، وبعدين انعكس في الماتش. الحقيقة كانت الروح في المباراة كانت من أجمل الحاجات. لعيبة الزمالك الحقيقة قدروا الفانيلة اللي هم لابسينها، وكل واحد فيهم قدم كل اللي يقدر يقدمه. طيب، هل قدر جوميز يحط ايده على كل كبيره وصغيره كده في الفرقه، ولا لسه ما نقولش دلوقتي انه قدر يبقى يعني لامم الفرقه كلها تحت ايده، لسه في حاجات محتاجه وقت؟ لا طبعا، ما تقدرش تقول انه لامم كل حاجه برضه، علشان نكون واقعيين في الكوره الموضوع بيحتاج وقت. بس هو ابتدى يحط اساس. طبعا الفيزيكال فيتنس بتاع الفرقه فارق الحقيقة، يعني الإعداد البدني طيب للغاية، وتبتدي تحس إن هو ابتدى يعرف إمكانيات، أغلب إمكانيات اللعيبة اللي موجودة، وبيوظفهم حسب الإمكانيات وحسب فكره الحقيقة. ويعني الحقيقة التمرين الأخير كان قبل الماتش أغلبه كانت جمل إحنا شفناها في الملعب الحقيقة. يعني الراجل فاهم، مختلف طبعا، وبس قدامه لسه شوية علشان يعرف اللعيبة أكتر واللعيبة تفهمه أكتر وتفهم هو عايز إيه. إنما الكيرف بيعلى، وإن شاء الله هيبقى أعلى من كده، إن شاء الله والأمور إن شاء الله هتبقى أجمل، اللي جاي أجمل إن شاء إن شاء الله. الله. طيب، وجود حضرتك مع البعثة لازم نستغله بالتأكيد 100% من غير ما أسأل. حضرتك اتكلمت مع زيزو واطمنت عليه بشكل شخصي، طمنا على موقف زيزو. الحقيقة أنا بعد الماتش لما نزلت له في أوضة اللبس اطمنت عليه، وهو طمني وقتها إن الإصابة بسيطة يعني بالنسبة له، وإن الورم مش جامد. والحقيقة آخر كلام بيني وبينه بعد ما وصلنا مصر اطمنت عليه تاني وإحنا نازلين من الطيارة، وهو طمني إن هو حاسس إن شاء الله الأمور هتبقى كويسة وسهلة. وأنا كنت سألت الدكتور محمد أسامة بعد الماتش أنت تشخيصك في الإصابة إيه؟ قال لي إنه التواء في الكاحل، بس التواء بسيط يعني، وفضلوا إنهم يغيروه علشان خاطر إحنا لسه عندنا ماتشات تانية يعني، ففضلوا تغييره علشان الإصابة ما تزيدش بالنسبة له، وده في تقديري أنا إنه كان قرار صحيح 100%. طيب، كيف ترى مباراة الزمالك والداخلية القادمة، وأيضا بعدها على طول السفر للسعودية لمباراة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري؟ لا، هنلعب سجرادة كأس الأول مصر يوم عفوا، 3، كأس مصر عفوا، وبعدين السفر يوم 4 إن شاء الله على السعودية. فعندنا ماتش الداخلية الخميس، وبعدين يوم 3 هيبقى ماتش سجرادة يوم اللي هو الأحد آخر سوار، ماتش المجموعة. نعم، يوم الأحد مباراة سوار في افريقيا. هو سوار ولا سجرادة؟ والله لا، لا سوار متهيألي سوار سجرادة. سوار؟ سوار الغين. سوار اللي عمل تعادل مع سجرادة في الماتش اللي فاتت. انا تتخيل فرقة ليبيا عملت احتفال شكله ايه في الاوتيل بعد ما كانوا
فاقدين الامل وكانوا متوترين الحقيقه، فرحتهم بالتعادل وتاهلهم الحقيقه كانت ملفته للنظر جدا يعني يمكن عشان الحقيقه كنا يعني. الزمالك وابو سليم الليبي كانوا في نفس الاوتيل، فحضرتك شفتوا. كنا في نفس الاوتيل، والحقيقه العلاقات طيبه جدا بين الوافدين كلهم على بعض، والناس يعني كانوا مرحبين بوجود الزمالك وحاسين بقيمه نادي الزمالك الحقيقه. وكانت لا هو اجمالا الحقيقه السفريه على بعضها كانت كويسه، الامور كويسه، انا شايف تحسن شديد في تآلف الفرقه مع بعضها، الولاد مع بعضهم كويسين، والروح اللي هي الحقيقه برضو جوزيه جوميز بيحط روح كويسه قوي في الفرقه، بيحط روح كويسه قوي في التمرين، هو يعني لغايه النهارده التمرينات جاده وكل الكلام ده، وان شاء الله يا رب هنشوف منه اكتر واكتر، ان شاء الله. لانه هو البدايه بتاعته مبشره بالخير ان شاء الله. اخيرا يا دكتور، رسالتك ايه للجهاز الفني نادي الزمالك واللاعبين؟ انتوا احنا مستنيين منكم كتير، وانا متاكد وعلى ثقه ان انتوا هتحققوا لجماهير الزمالك الامل انه يشوف نادي الزمالك اللي هو يحب يشوفه عليه. ان شاء الله يا رب. يعني في النهايه يعني بنشكر حضرتك، ودايما كده وشك يبقى حلو مع البعثه، سافر كل السفريات ويرجع بالمكسب، عشان وشك دايما بيبقى حلو على الفرقه. دكتور عبد الله جورج، مستشار مجلس اداره نادي الزمالك، نشكره شكرا جزيلا.